فيها شو دعم. اخبارك؟ لا والله يا دكتور ما في صوت عندي. الله يمسيكم بالخير جميعا. أعتقد الصوت واضح ما هيك؟ واضح تمام واضح. أستاذ دكتور. كل واحد يا بنتي أستاذ دكتور مدرس كلنا بنرطن إيش هيك؟ في ناس إذا بتحكي لهم ما بتحكي له دكتور بزعل صح؟ والله هاي الدكتورة بس عندنا بالوطن العربي إذا حتى دكتور لما تسلم عليه إذا ما حكيت له دكتور فلان بزعل. يعني أنا درست في جامعة بكندا الماجستير والدكتوراه، أوكي؟ يعني وهاي الجامعة من التوب 10. تعرفوا هناك الوضع يعني يختلف تماما، يعني الأوبوزيت، يعني 180 درجة ريفيرس. يعني إحنا مثلا مبنى الأورجانيك كيمستري أو مبنى الكيمستري بشكل عام، يعني هذا سيبريت منفصل، فكل ديفيجن يعني له طابق، يعني بمعنى اخر الاورجانيك كيمستري سواء مثلا زي كان كربوهيدراتس او كان اورجانيك او كان وات ايفر، اوكي، يعني تحت مظله الاورجانيك كيمستري يعني انه طابق، وهذا الطابق يعني مش يعني بمعنى اخر طابق عادي، لا يعني بالصول وبالجول فيه، ومختبراتنا دائما موجوده تحت يعني بالبيسمنت، يعني بالطابق السفلي، هذول قاعات التيشن. فالنقطه اللي بوصل لكم اياها، يعني انا كنت بالطابق الرابع، اذا بتشوف الطابق الرابع كله من اقصى لاقصى يستحيل تلاقي واحد من الدكاتره كاتب على مكتبه الدكتور فلان الفلاني. يعني انا مثلا دكتوري اسمه توماس بروس جريندلي، اوكي، على الباب شو مكتوب؟ T.B.Grindley اختصار. ما في هذه اللي اسميها عندنا اللي هي ما بعرف يعني ما عندهم هاي لا ما لا لا ما بيهتموا يعني. وانا رحت على امريكا يعني تقريبا سنه ونص، بس يعني هاي الامور هم ما بيهتموا فيها. يعني انت بتطلع، يعني انا بحكي لكم اشياء يعني حصلت معي انا شخصيا، يعني مش انه سمعتها، يعني معي انا شخصيا. فبتطلع انت وعميد الكليه بالاسانسير، وعميد الكليه لابس شورت وعامل جدوله وبيده سندويشه وباكيت عصير زي اولادنا اللي موديهم على المدرسه. انا بحكي لكم بصراحه، هذا السبب احد الاسباب الرئيسيه انهم ناجحين بحياتهم، ما انتم شوفت الحال زينا. احنا يا ارض اشتدي ما حدا قدي. مو دكتور انا اغلبهم بيقدروا دكتوره عشان يصير يقولوا دكتور بس، ما طلعوش طب يا سيدي. هسه ما صارت الدكتوراه يعني على البسطات. يعني احسنت، يعني انت جبتها، فهمت علي؟ يعني مش انا بس بدي ادخلكم بالمود، يعني نعمل لكم ريفرشمنت قبل ما نخش بهذا التوبيك اللي صعب. فالحياه يا جماعه بسيطه يعني، بس احنا سبحان الله العظيم بنعقدها يعني، وما بعرف ايش هيك طبيعتنا احنا كبشر يعني. هم الحياه عندهم فيري سمبل، يعني ما حد له بالثاني، اوكي. يعني فعلا انت اذا بتطلع على برا بتشعر حالك انه انت انسان، هلا بتشعر حالك انه انسان. يعني حياه عندهم بسيطه، بيحترموا الطرف الاخر، انا بحكي بشكل عام، اوكي. يعني بس زي ما بيحكوا يعني لكل قاعده شواذ. بس احنا هيك طبيعتنا يعني، سبحان الله في عندنا كبره. بالمقابل هناك الطالب يعني عارف حاله انه طالب، اوكي، يعني على مدار 11 سنه، اوكي، يعني بين امريكا وكندا ما بحياتي شوف الطالب عمل مشكله، والله طالب رن تليفون ومحاضره، والله طالب خلص طالب. برضه نوعيه الطلاب تختلف، مش من طلابنا يعني. انا بدي اسالكم سؤال، يعني انا لما بطلع على كندا وبدرس، اوكي، هناك مسموح ياكل ويشرب بالمحاضره عادي، عادي مسموح له ياكل ويشرب، لكن بتسمع صوته ولا ما بتسمع صوته؟ تخيل احنا هون محاضراتنا نسمح لكم تاكلوا وتشربوا، لا يصير الطالب يتفنن كيف يفتح دورة منسف رح تيجي.
فبقول لك احنا طبيعتنا سبحان الله العظيم غريبه عجيب. وعزايم تقلب ومطاعم وبس عزايم. Anyways يعني العدد عندي 59 نوعا ما. انا مبسوط يعني زي ما حكيت لكم يعني هذا الكورس فيري ديفيكلت، وبتمنى الكل يعني يطلع من هذا الكورس باقل الخسائر وباعلى تحصيل. Anyways اعتقد المحاضره الماضيه انا وقفت عند الالفا هالوجينيشن لما كانت الذاكره. عندي 17000 محاضره. هاي اللي حكيت عنها انا المره الماضيه. اوكي قلت لكم الالفا عفوا الالفا هالوجينيشن اندر اسيدك كونديشن. دائما اذا انت عندك اوكي كربونيل جروب وعندك اسيدك كونديشن هذا هو الانترميديت اللي هو الاينول، حكيت عنه المره الماضيه لازم تنتبه. وحكيت لك كمان بدك تنتبه اذا كان عندك الكيتون انسيمتريكال يعني عنده تو ديفرنت الفا هيدروجين، بمعنى عنده تو ديفرنت الفا كاربونز. فدائما اذا كان عندك تو ديفرنت الفا كاربونز فالهالوجينيشن بصير على المور سبستيوتد اللي حكيت عنها انا المره الماضيه تيرشري. هاي الكاربون تيرشري وهاي الكاربون سم هاو سكندري. وبينت لكم السبب ليش على المور سبستيوتد، لانه انت لما بتكون الاينول از انترميديت هذا عباره عن الكين. اوكي هذا الالكين عليه فور سبستيوتس، يعني بمعنى اخر لما بتعمل سبستيوشن على الالفا كاربون بعطيك مور ستيبل الكين، يعني هذا تترا سبستيوتد مور ستيبل ذان تراي سبستيوتد. ولهذا السبب هذا ميجر وهذا ماينر. انا وقفت هون بتذكر المره الماضيه. نكمل حديثنا. هلا انت اذا بتعمل الفا برومونيشن يعني بتحط على الالفا كاربون، بمعنى بتبدل الالفا اتش بي ار. هلا هذا البرودكت له فيرذر رياكشن، والكل ينتبه. هاي الكربون مسمينها الفا، انتبه لعندي لون. هاي الكربون الفا، هاي الكربون اللي بجنب سميناها بيتا اذا بتتذكروا صح، وهاي البيتا عليها هيدروجين. فاذا بتجيب انت الالفا برومو كيتون اوكي وبتضيف عليه بيز، وهاي البيز يا بتكون كي او اتش يا بتكون بيريدين اوكي، فبتعمل اليمينيشن. هاي البيز اوكي بتاخذ البيتا اتش والالفا بي ار، فبتعمل في تشويش مش من عندي يا ابني للامانه، مش من عندي. يمكن في تليفون قريب على اللابتوب او زي هيك. ليش انا اعطيت محاضره قبليكم اوكي مباشره، ما في عندي مشاكل انا للامانه. ما بعرفش من وين هذا التشويش اللي بتحكي عنه، انا مستاجر. خليني اشوف يعني حتى تليفوني طفيته انا كيف ما افهم، بس ما اعتقدش في مشكله. هلا كيف بعد في خرابيش؟ لا تمام. اوكي هذا له فيردر ابلكيشن، انتبه لي عندي لهون. بعد ما تحضر انت هذا الالفا برومو بامكانك تعمل اليمينيشن للبيتا اتش مع الالفا بي ار وتكون دبل بوند. هلا هذا السيستم اللي احنا كوناه اوكي اذا كان عندك دبل بوند نيكست للكربونيل هذا بسموه كونجوجيت سيستم. شو يعني كونجوجيت سيستم؟ انتبه، دبل سنجل دبل، يعني عندك تو دبل بوندز سيبريتد باي سنجل بوند. هاي الدبل بوند الاولى تاعت الكربونيل وهاي الدبل بوند الثاني، واضح الفكره؟ فلاحظ هون انا حاطط لك الاوفر اول. هلا هذا انسيمتريكال كيتون تمام، فبصير السبستيوشن على هاي الكربون لانه مور ايش سبستيوت. فالخطوه الاولى اذا بتضيف بي ار 2 ان اسيديك سوليوشن بدك تحط بي ار، يعني بدك تكون هذا المركب صح. اذا بتضيف الخطوه الثانيه بيز فبدك تكون دبل بوند، لاحظ. فهذا هو الاوفر اول رياكشن للشيء اللي حكيته بالاعلى. فبدك تنتبه للالفا هالوجينيشن والخطوه الثانيه. فبدك تنتبه للخطوه الثانيه اذا بتضيف بيز على الالفا هالو كيتون، فبعطيك اللي هو الفا بيتا انساتوريتد سيستم او اللي يسموه كونجوجيت. طيب ممكن نعمل احنا الالفا برومونيشن باستخدام بيزك كونديشن، يعني ما نستخدم مثلا بي ار 2 مع اتش بلس، بصير
لاحظوا استخدمنا بي ار 2 بس ان بيزك كونديشن استخدمنا ان اي او اتش. ودائما وابدا انتبه الكيتون مع البيز بتكون انوليت هناك. اوكي الكيتون مع بي ار 2 باسيدك سوليوشن بتكون انول. يعني اللي بدي اوصل لك اياها النقطه بدك تعرف الانترميديت لما بتعمل هالوجينيشن على الالفا بوزيشن اندر اسيدك كونديشن الانترميديت انول، واذا بتعمل اندر بيزك كونديشن الانترميديت انوليت. والانوليت زي ما حكينا لكم بهاجم البي ار، فبتحط على الالفا بوزيشن ايش بي ار. واضح الفكره؟ لكن في ديس ادفانتج اذا بتستخدم انت بيزك كونديشن. الديس ادفانتج للبيزك كونديشن اذا كان عندك اكثر من بروتون على الالفا كاربون، يعني هون عندي سي اتش 2 صح، عندي 2 بروتونز. فاذا بتستخدم انت اندر بيزك كونديشن بتعمل مالتيبل سبستيوشن، يعني بتبدل كل الالفا هيدروجين. يعني هاي واحد من الديس ادفانتجز لمين؟ للبيزك كونديشن. فاحنا دائما شو بنفضل؟ اللي هو الاسيديك كونديشن. فالكل ينتبه لهي النقطه. يعني بصير انت تعمل الفا هالوجينيشن اندر اسيديك اند اندر بيزك كونديشن، فالمور فيفرت اوكي او فافورابل اللي هو الاسيديك كونديشن. الاسيديك كونديشن ما بيعطيك مالتيبل سبستيوشن، يعني ما بتبدل كل الالفا هالوجين بس بتبدل واحده. فالكل ينتبه للشيء اللي حكيته عن الالفا هالوجينيشن ل اللي هم هذول الكيتونز اذا كان سيمتريكال ولا ام سيمتريكال. هذا الشابتر فيه اسماء كثيره للاسف الشديد، يعني وهون الطالب بصير للامانه كونفيوز. في عندنا شيء بسموه هالو فورم رياكشن. هلا هاي الكلمه هالو، هاي من هالوجينز. تبع شو بحكي؟ هاي الهالو جاي من هالوجينز. هلا شو معنى هالو فورم رياكشن؟ وكيف بدي اعرف انه هذا التفاعل هو هالو فورم رياكشن؟ هلا الهالو فورم رياكشن لازم يكون عندي انا مثل كيتون، يعني لازم يكون عندي بجنب السي دبل بوند او سي اتش 3. يعني الستارتنج ماتيريال او الرياكتنت في حاله الهالو فورم لازم يكون مثل كيتون، يعني بجنب الكربونيل سي اتش 3. لاحظ شو بعمل انا. الخطوه الاولى بضيف الشيء اللي عملناه قبل شوي، بتتذكروا؟ بضيف البي ار 2 اندر بيزك كونديشن. هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بعمل بروتونيشن. هلا شو الاوت كم لهذا التفاعل؟ لاحظ هاي السي اتش 3 تاعت المثل تتحول لاو اتش. يعني الهالو فورم رياكشن انت بتكون كاربوكسيليك اسيد. من مين بتكونه من كاربوكسيليك اسيد؟ من المثل كيتون. مين اللي بيمشي بهذا التفاعل؟ مثل كيتون. اذر كيتونز بيمشوش. يعني الشرط حتى اعمل انا هالو فورم رياكشن لازم يكون عندي مثل كيتون. اذا ما في عندي سي اتش 3 اوكي ما بصير هذا التفاعل. كل ينتبه. ويفضل انه دائما هاي الار جروب الثانيه ما يكون في عندك اسيدك هيدروجين. يعني زي هذا الاكزامبل شايفين؟ يعني هون انا عندي مثل كيتون اوكي هذا هو المطلوب، والاذر سايد مش عندي اسيدك هيدروجين. يعني هذول هم البيست كونديشن حتى اعمل هالو فورم رياكشن. والكل ينتبه هذه المثل اوكي بتصير او اتش، يعني انت بتكون كاربوكسيليك اسيد. فانت بحاجه لتو ستيبس. الخطوه الاولى بدك تعمل برومونيشن اندر بيزك كونديشن، والخطوه الثانيه بدك تعمل بروتونيشن. هلا انت السؤال بتساله لحالك، طيب كيف هاي السي اتش 3 بتصير او اتش؟ وهذا هون بيجي دور مين؟ دور الميكانيزم. الكل يطلع على هاي الخطوه، خلينا نسميها رقم واحد، اوكي؟ شرحناها هاي الخطوه ولا ما شرحناها؟ قولوا لي. سمعوني صوتكم. بلا دكتور، المحاضره الماضيه. بلا هلا شرحتها، مش المحاضره الماضيه، قبل شوي. اخر سلايد قبل اللي هو اندر بيزك كونديشن. اندر بيزك كونديشن بصير عندك مالتيبل سبستيوشن صح؟ مش بتبدل كل الهيدروجين. تمام؟ مش حكيت انا قبل شوي؟ الديس ادفانتج اذا بتعمل الفا هيدروجينيشن صح؟ اندر بيزك كونديشن بتبدل كل الاسيديك هيدروجين. هلا هون ما عنديش غير هذول الثلاثه صح؟ فببدلهم الثلاثه بي ار. مش هذا اللي حكيت عنه انا قبل شوي الديس ادفانتج؟
لاحظ انت هاي هي الخطوه الاولى، هاي هي ستيب نمبر 1 صح. بدلت كل الهيدروجين بايش؟ هالوجين. الهيدروجين الهالوجين اللي استخدمته هون هو بي ار 2. قول انت بهلا هاي سي بي ار 3 اوكي صارت جود ليفنج جروب. اكتبوها بورد جود. هاي ال اختصار ليفنج، وهاي جي اختصار جروب. يعني هاي حكيت انا قبل شوي اللي هي ديس ادفانتج اذا بدك تعمل الفا هالوجينيشن اندر بيزك كونديشن صح. تعمل مالتيبل سبستيتيوشن يعني بتبدل كل الاسيديك هذيك. وبما انه الهالو فورم رياكشن بدي مثل كيتون اذا بتتذكروا صح، شو بدي مثل كيتون انا، فلازم ابدل كل الثلاثه هيدروجين بهذول الثلاثه بي ار. هاي هي الخطوه الاولى اوكي. لاحظ بعدين شو بصير، الاو اتش ماينس والاتاك الكربونيل كاربون اوكي، هذا نيوكلوفيليك اديشن كيك اوت الباي الكترون على الاكسجين بيطلع عندك هذا الانترميديت. هلا النيجاتيف تشارج اوكي بترجع تعمل دبل بوند كيك اوت الليفنج جروب فبيطلع عندك كربوكسيليك اسيد. واضح الفكره؟ يعني لازم تكون انت يعني اوير او فاميليار على الميكانيزم تاع الهالو فورم رياكشن. انا شو شروطي بالنسبه لهذا التفاعل؟ لازم يكون عندي مثل كيتو، لازم مثل كيتو. والاذر سايد اوكي او الاذر ار جروب للكيتون هاي اللي بدي اعملها السيركل انا هون، مش لازم يكون عليها اسيدك هيدروجين. واضح الفكره؟ يعني انا بتمنى المحاضره الماضيه يعني جزء منكم تطلع على هذا الكلام اوكي، لانه انت اذا بتقرا محاضرتك المحاضرة اللي بعديها يعني بضل في عندك تقريبا شيء بسموه يعني كومن سنس، انت فاهم عن ايش بنحكي. فلاحظ ليش احنا هون سميناه هالو فورم، احنا بنستخدم واحد من الهالوجين. الهالوجين اللي استخدمناه بي ار صح؟ بالنهاية بتكون معك هذا المركب اللي هو سي اتش بي ار 3، هذا بسموه برومو فورم. يعني انت لو بدلت البي ار باي صح؟ بده يطلع عندك سي اتش اي 3. بدل ما تحكي برومو شو بصير اسمه ايودو، من هون اجى اسم اللي هو هالو. واضح الفكره؟ فالهالو فورم رياكشن فيري امبورتنت، لازم تعرف الستارتنج ماتيريال اللي هو مثل كيتون وما عندوش اسيدك هيدروجين على الطرف الثاني، وانت بتعمل مالتيبل سبستيتيوشن. طيب في عندي ايودو فورم اللي انا حكيت عنه قبل شوي، هذا ايودو فورم تيست فور الكحولز. طيب شو علاقه الالكحولز بموضوعنا هون؟ يعني انا اذا بدي اعمل ايودو فورم، اذا برجع للسلايد اللي قبليها صح، انا هون يعني لو بدلت البي ار 2، بس خلوني امسح هاي الخرابيش، يعني انا بحاول قدر الامكان اوصل لكم الصوره بابسط الطرق اوكي. لو بدل البي ار 2 انا حطيت اي 2 ايودين صح، شو بده يطلع عندي هون بدل السي اتش بي ار 3؟ بيطلع عندي سي اتش سي اي 3 اي 3 شيك. بدل ما يكون اسمه برومو فورم شو بكون اسمه؟ ايودو فورم. يعني بس بتغير البرومو لايش؟ لايودو تمام. بس هون احنا عملنا للمثل كيتون تمام، مش لازم الشرط يكون عندي مثل كيتون شيك؟ نعم. طيب شو علاقته هلا الايودو فورم بالالكحول؟ يعني هذا السؤال بدك تسال حالك، يعني تسال نفسك هذا السؤال. طيب انا بحكي عن مثل كيتون، انا شو علاقه الالكحول بالمثل كيتون؟ انتبه الاي 2 هذا اللي حكيت عنه انا قبل شوي لما بدلت البي ار 2 باي 2، هذا اوكسيدايزنج ايجنت. فاذا كان عندك الكحول سكندري الكحول، هاي الكربون شو نوعها؟ صح بعطيك كيتون سكندري. سكندري الكحول وواحد من الار جروب مثل، انتم ملاحظين؟
يعني انت عندك سكندري الكحول وواحد من الار جروب مثل. هلا الاي 2 هذا اوكسيدايزنج ايجنت صح، فبيأكسد الكحول لكيتون، فانت بالنهايه بتطلع مثل كيتون. عرفتوا ليش؟ يعني اذا انت اخذت هذا اوكي السكندري الكحول، نرجع رجوع هون بس اتذكر هذا الستركشر للالكحول اوكي، وحطيته بدل مثل كيتون، بيمشي التفاعل ولا بيمشيش؟ بده يمشي. ليش بده يمشي؟ لانه بصير في عندك اوكسيديشن لهذا الكحول، بصير عندك مثل كيتون. تمام؟ فبدك تنتبه انه ممكن هذا الكحول يعطيك بوزيتيف تيست لمين؟ للهالو فور. يعني انا احكي لكم بابسط الطرق، يعني هذا السكندري الكحولز اللي فيه مثل واحد من الار جروب اوكي، هو الوجه الخفي للمثل كيتون، يعني هو عباره عن مثل كيتون بس مخفي. فهذا بيعطيك بوزيتيف اوكي، وهذا بيعطيك بوزيتيف، لانه بالنهايه هذا بده يعطيك مثل كيتون بعد الاكسيديشن. انتبه لهي النقطه. هلا الكل يطلع على هذا الكحول اللي موجود عندي هون، طلعوا عليه وقول لي جيب ذا برودكت. عندي هذا الكحول حاط لك XSI2 in base، يعني هذا basic condition، يعني عندك Na OH اوكي، يعني هاي الكومن بيز اللي احنا بنستخدمها. والخطوه الثانيه ايش؟ بروتونيشن. هلا الاي 2 لاحظ XS، بقول لك XS يعني كميته كبيره تمام. هلا الاي 2 شو بيساوي بالاول؟ بيأكسد هذا الكحول لكيتون مثل شو بيطلع عندك انت هون؟ لاحظ شو بيطلع الخطوه الاولى، بصير عندك C double bond O point O وهاي CH3 CH3 صح؟ حلقة أنا مالي بالإشي اللي ضل هون، شو بدي في هاي الحلقة الخماسية؟ بس أنا طلع عندي مثل كيتون تمام؟ هلا هذا المثل كيتون مش بإمكاني أنا أعمل له هالو فورم رياكشن صح؟ فالخطوة الأولى أنت بتبدل كل الهيدروجينز بآي، فهاي CH3 بتصير CI3 اللي أنا سميتها قبل شوي جود ليفنج جروب. فهذا تطبيق مباشر على الهالو فورم رياكشن اوكي. خليني امسح هاي الخرابيش. هذا هو البرودكت. مش احنا كنا نحول المثل كيتون لكاربوكسيليك اسيد ولا لا؟ حياتنا حولنا هاي المثل لاو اتش. بس هون انتبه، هون الكحول الخطوه الاولى بصير له اوكسيديشن، بتحوله لايش؟ لمثل كيتون زي ما انا كاتب لكم بالاعلى. فالكل ينتبه لهذا التفاعل اوكي، يعني مش بس المثل كيتون بيتفاعلوا، كمان الوجه الخفي للمثل كيتون اللي هم السكندري الكحول. والسكندري الكحول لازم واحد من الار جروب شو تكون مثل، يعني هون مثل سكندري الكحول. بتمنى ان شاء الله انه يعني الامور لغايه الان طيبه. هاي بلشنا ننصح. يلا مين يساعدني بحل هذا السؤال؟ بقول لي give the structure of intermediate A and the product B and C. هذا الرياكشن اوكي، هذا intermediate A وهذا product B وهذا product C. لاحظ اذا بدك تروح من B ل C بدك تعمل protonation، يعني under acidic condition. ولاحظ هذا التفاعل عطاك HCI3 اللي هو الايودو 4. مين بيساعدني بهذا السؤال؟ اول شيء راح تطلع اللي هي حمض كربوكسيلي بس معاها سي اتش 3 اللي هي الانترميديت، يعني بس راح احط الاو اتش مع السي المربوط عليها دبل بوند مع الاو، راح تنفك الرابطه وراح يصير على الاو نيجاتيف. طيب يعني جميل نوعا ما. لاحظ انت شو الرياكتنت، الرياكتنت مثل كيتون صح، سي دبل بوند او جنبه سي اتش 3 تمام، راح تحول للسي اي 3 ايوه. عندك بيزك كونديشن وعندك اي 2 قلنا اوكي، بدك تبدل كل الهيدروجين باي، فهذا هو الانترميديت صح، بصير عندك سي اي 3 اذا بتتذكروا. هاي الخطوه الاولى ولا انا غلطان؟ هاي الخطوه الاولى، هذا هو الانترميديت. هلا الاو اتش ماينس اذا بتتذكروا يعني هذا الشيء اللي حكيت بالضبط. هلا هاي اوكي اعملوها هيك، بتهاجم هاي الكربون
وهي حكيت لكم عنها good living group بالتالي. فهذا هو الانترميديت اوكي. يعني هو الكاربوكسيليز زي ما حكى زميلكم هلا هاي الاو ماينس تاخذ الاتش بلس فبتكون كاربوكسيليك اسيد مين بالنهايه. يعني هذا هو تطبيق مباشر على الشيء اللي حكيناه. واضح الفكره؟ طيب نطلع على السؤال الثاني اوكي. هذا عندي كيتون وعندي الكحول تمام. ملاحظين هذا الاستراكشر يعني فيري امبورتنت. هذا كيتون وهذا الكحول. طيب اذا بضيف اكس اس اي 2 ان بيز وهون البيز اللي هي او اتش ماينس اوكي كل مره نبدا نكتبها ها راح يتكون عندي كيتون تحت صح. انا بعرفش شو رايك انت لانه سترونج اوكسيدايزنج ايجنت صح. لا لانه تيرشري. احسنتي. هذا الكحول اللي هون يا صديقتي بالرغم من الجنبه مثل هذا تيرشري مش سكندري نوت اوكسيدايزنج. هذا ما بصير له اوكسيديشن. مين اللي بصير له اوكسيديشن؟ ما انا حاكي لك سكندري تمام. هلا بدي اسالك سؤال انت اللي حكيتي لي بصير له اوكسيديشن شو معنى اوكسيديشن؟ هذا زيد اوكسيديشن زيد روابط الاو اتش السوري تي او اوكسيديشن يا بنتي معناها اشيل الاو اتش والاتش. لا مش اشيل الاو اتش اوكسيديشن معناها ازيد يا بتضيفي الاكسجين يا بتشيلي هيدروجين. شيل الهيدروجين هلا هذا التيرشري ما عنده هيدروجين. مين بدي اجيب له هيدروجين هذا يا بنتي؟ هذا ما عنده هيدروجين صحيح. مين اللي بصير له اوكسيديشن؟ انا ليش حطيت لكم هذا الاكزامبل اوكي وبحكي لكم اذا بتقرا هذه النوتس وانت فاهم شو بنحكي بهذه النوتس يو ويل بي فاين بصير اشطر مني. هذه النوتس اللي بين ايديك اطلع عليها. اول شيء ما حدش بيحكي عن زيت وعكر. هي هايلي اورجانيزد كونسيستنت يعني انت بتمشي سلايد ورا سلايد ما بتضيع. وكل هذا يعني انا عامله فيديا يعني مش مثل بعض النوتس الثانية بتشوفوها يعني anyways this is not my business. فانا عامل يعني عمدا انا حاطط لك هذا الكحول. هذا تيرشري بيضل زي ما هو صح. هلا هذا التفاعل اسمه هالو فورم فانا بدي ابدل السي اتش 3 هاي باو اتش. اول شيء السي اي انا بدي ابدل السي اتش 3 هاي باو اتش. هلا هاي الاو اتش بتضل زي ما هي لانها مش سكندري. هلا لو كانت سكندري بصير التفاعل على او اتش بصير لها اوكسيديشن بس هون تيرشري صح بتضل زي ما هي. واضحه الفكره؟ واضحه دكتور. واضحه دكتور. اتمنى عندكم اكزامبلز فيري نايس اوكي وبتمنى تعملوا يعني زي ما حكيت المره الماضيه تعملوا سكرين شوت لهذا الكلام اوكي. في عندي زي ما حكيت لكم قبل شوي في عندي اسماء كثيره اوكي. في عندي تفاعل اسمه هيل بولهارد زيلينسكي يعني هذول ثلاث اسماء كيمست. هذا واحد من الرمتة وواحد من الصريحة وواحد من الصلت اوكي بس ما اعرفش انو الصلت زيلينسكي ولا بولهارد. هذول اسماء كيمست اوكي اللي عملوا هذا التفاعل اوكي فبيختصروه اتش في زي رياكشن. هذا شو وظيفته؟ انت بلا عندي لهون هذول الثلاثة بيعملوا ألفا برومونيشن للكاربوكسيليك أسيد. يعني لازم يكون عندك كاربوكسيليك أسيد فبحطوا بي آر على الألفا كاربون يعني بيبدلوا الإتش بي آر. لازم تعرفوا. طيب إذا بدي أبدل أنا الألفا إتش للكاربوكسيليك أسيد أحط بدالها بي آر شو الريجنت اللي بدي إياهم؟ هيات أوكي بدي بي آر 2 مع بي بي آر 3. يعني لازم تعرف هذا التفاعل الميكانيزم نوعا ما ما بهمني. بهمني تعرف انه هيل بولهارد زيلينسكي رياكشن ابلايز اونلي تو كاربوكسيليك اسيد. لاحظ قبل شوي كنا نحكي شو الستارتنج ماتيريال مثل كيتون تمام. هذا كاربوكسيليك اسيد فانت بامكانك تعمل الفا برومونيشن اوكي للكاربوكسيليك اسيد اونلي باستخدام هذول الريجنت. طيب اطلع على هذا التفاعل. هذا كاربوكسيليك دكتور بس البروم ولا كل الهالوجين؟ لا بروم بروم اوكي اسمه ألفا برومونيشن بس. يعني هذا على فكرة أفضل هالوجين فيهم اللي هو البي آر. أنت بلي عندي لهون هذا كاربوكسيليك أسيد صح؟ هذا كاربوكسيليك أسيد زي هون. هاي هي الألفا كاربون اللي عنده عليها تو هيدروجين. حكينا لكم الهيدروجين اللي بجنب سي دبل بوند أو أسيدك
هلا لما بضيف انت البي ار 2 هذول الريجنت اوكي تعاد زيلينسكي بتبدل واحد من الهيدروجين بتحط بدالها بي ار. يعني هذا اللي بدي اياك تعرفه من ناحيه السنتس. يعني اذا بدك تبدل انت يعني الاتش تاعت الكربوكسيليك اسيد البي ار بس بدي تعرف هذا التفاعل. يعني بس بدي البي ار انا بديش اذر هيدروجين لازم طريقه دكتور لا مو هذه الطريقه راح تشوفها بعدين بالسنتس الضاقه. يعني ال- 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 المشكله يا جماعه يعني انت بالعندي لهون ليش هذا التفاعل very important. هلا بدي اسالك سؤال او خليني بس اشطب هاي الاشياء. يعني انا قلت لكم بفترض انه الطالب يعني تعرف كل هاي الاشياء. الكل يطلع على هذا الكربوكسيليك اسيد هذا صديق الكربوكسيليك اسيد. لو سالتك السؤال الاتي هذا الكربوكسيليك اسيد كم من اسيدك هيدروجين؟ تنتين. شو هو دكتور؟ ثلاث. كم من أسيدك هيدروجين فيها هذا صديقي؟ ثلاث تنتين على ألف وحدة عند الـ OH. لا ننسى هاي الـ H تاعت الـ OH ما هو اسمه كاربوكسيليك أسيد. هاي هي الموست أسيدك فيهم. نعم هاي الموست أسيدك. أوكي وهون في عندك تنتين كم بصير مجموعهم؟ بصير مجموعهم ثلاث. يعني هذا المركب الكربوكسيليك أسيد فيه 3 أسيدك هيدروجين الأتش تاعت الأو أتش ومن هون صار كربوكسيليك أسيد اسمه كربوكسيليك أسيد. والثنتين اللي موجودات على اللي هي الألفا كاربو فهذا فيه 3 أسيدك هيدروجين. أتمنى تكون الفكرة وصلت. أوكي شو ضل معنا؟ ضل معنا 4 minutes. بس خليني أعطيكم فكرة عن الجزء الصعب من هذا الشابتر اللي هو الألدور رياكشن وبقية التفاعلات. كل انت عندي لهون هلا كلمة ألدول هذه طلعوا عليها هون يعني قبل ما نبلش. هذه الدول هاي الـ ALD تعني الألديهايد والـ OL تعني الكحول. فأنت لما بتسمع كلمة الدول بدك تعرف أنه مركب في ألديهايد وفي الكحول. هذه كلمة الدول. الدول تعني مركب أوكي في ألديهايد فانكشنال جروب وفي الكحول. ودائما الكحول بكون على البيتا كاربون لأنه أنا بالبداية سميت لك هذول أو عملت لهم ليبلينج الكاربون. إذا كانت تاي سي دبل بوند او الكربون الجنبها الفا النكس كربون بيتا. هذا هو الاستراكشر للالدول. فالاستراكشر للالدول بيسموه بيتا هيدروكسي ألديهايد. يعني بدل ما تحكي انت الدول تحكي بيتا هيدروكسي ألديهايد. يعني على البيتا كربون كمان في عندنا ايش؟ في عندنا او اتش. بس انا بدي هيئك لهاي الفكره يعني بس يعني اعلمك شو معنى الدول رياكشن. في حد مش عارف شو معنى الدول؟ من وين جاي الدول وشو الاستراكشر للالدول؟ الدول زي ما حكيت لك عندك بيتا هيدروكسي ألديهايد يعني مركب في ألديهايد جروب على الطرف هذه اوكي وفي عندك على البيتا كاربون لازم يكون في او اتش. هذا اسمه الدول. فالالدول تعني بيتا هيدروكسي ألديهايد. طيب هلا السؤال الثاني المطروح كيف تكون هذا الألدول أو هذا البيتا هيدروكسي ألديهايد؟ أنت من عندي لهون اللي بصير كالآتي. هذا الألديهايد بتأخذ منه تو مولكيولز هاي اثنين. هذا الألديهايد شايفينه طبعاً ماخذينه أز إكزامبل نأخذ منه تو مولكيولز. هلا التو مولكيولز أنت من عندي لهون واحد منهم خلينا نفصل لك اياه هيك مش اخذنا تو مولكيولز من هذا الألديهايد. هلا واحد بكون نيوكليوفايل والثاني بكون الكتروفايل.
فبيجي النيوكلوفايل بيهاجم الالكتروفايل فبتكون هذا الفورا. طبعا بالميكانيزم راح ابين لكم كيف يصير هذا التطور. بس الفكره كالاتي، انه تو موليكيولز من هذا الالديهايد، واحد منهم بنحوله لنيوكلوفايل، الثاني بيضل زي ما هو بس از الكتروفايل. طيب كيف بدي احول الموليكيول الاول لنيوكلوفايل؟ بستخدم بيزك هايدرو، عفوا بيزك كونديشن، بكون الانوليت. خليني بس انتقل للميكانيزم وبين لكم كيف بصير عندك البيتا هايدروكسي الديهايد. مش هذا الالديهايد، هذا الموليكيول الاول، هذا الموليكيول الاول على وجود بيزك هيدروجين بتكون الانوليت. مش هذا انوليت سميناه؟ هي انوليت. هذا الانوليت نيوكلوفايل، هي هلا هذا الالديهايد هو نفسه هذا، بس هذا السكند موليكيول. فبتيجي الالفا كاربون بتهاجم الكربونيل كاربون، بوش الالكترون للاكسجين، بيطلع عندك هذا المركب. لاحظ هاي الفا وهاي بيتا، تعمل بروتونيشن لنيجاتيفلي تشارج اكسجين، بيطلع عندك بيتا هيدروكسي الديهايد. هاي فكره الالدول اديشن، انه وان موليكيول بتحوله لانوليت، ها الموليكيول الثاني بيظل زي ما هو. فبتيجي الالفا كاربون تاعت الانوليت بتهاجم الكربونيل كاربون تاعت الالديهايد نفسه اللي ما صار عليه اي شيء، بتكون هذا الانترميديت. هذا هو الالدول اديشن رياكشن. في حدا عنده اي استفسار؟ لانه بدي اوقف لحد هون. اني كويستشنز؟